قبل ما نرجع لمتابعة أخبارنا نشوف ماتش الأهلي والزمالك، لأنه في خبر بيتكلم على إن في مشاكل في دخول الجمهور. طبعا موضوع المباراة بدون جمهور ده المفروض يعني، وفي دعوات بتوجه لكلا الفريقين، لكن في مشاكل في مسألة إن في ناس دخلت بدون دعوات وأصروا على الدخول، وحصلت مشادات كده وكلام، لسه مش عارفين الموقف إيه بالظبط. نستوضح الأمور من أستاذ إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة الوطن. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. مساء الخير يا استاذ لبنى، اهلا وسهلا بكل مشاهدينا. الله يخليك. ايه الاخبار يا استاذ ايهاب، وايه موضوع مشاكل الحضور دي؟ يمكن اتحاد الكوره كان مدي دعوات 50 دعوه، 25 دعوه للنادي الاهلي و25 دعوه لنادي الزمالك، وغير منوط بحضور الجماهير، ولكن قبل بدايه المباراه واثناء المراجعه على الحضور تم تواجد اكثر من 400 فرد ما بين 400 ل 500 موجودين في المدرج المخصص للاعلاميين او الصحفيين. اعترض الصحفيين على وجود الجماهير بينهم وطلبوا اخلاء المدرج. طب استنى يا استاذ ايهاب، هم من البدايه دخلوا من بوابات ازاي؟ بتقول لي اتفاجئنا موجودين في المدرج طبعا بتاع الاعلاميين. طبعا يعني من عند البوابات او الحرس يعني حصل يعني الدخول بالعافيه، كان في مشاكل في الدخول ولا تم السماح ليهم بالعافيه؟ اكيد ما حصلش دخول بالعافيه. ولكن كمان السيد وزير الداخليه كان بيتفقد التعزات الامنيه للمباراه قبل المباراه بساعه، كان موجود وبيتفقد التعزات الامنيه، ولكن طبعا في بعض الجماهير بتخش، البعض بيخش عن طريق الامن، البعض بيخش عن طريق مجله الاداره. ولكن في الاخر الناتج اللي بقى فيه 500 مشجع موجودين في الملعب، اعضاء مجلس الادارتين الاثنين رفضوا وجود الجماهير، لان اي اعضاء مجلس هيقولوا اوكي هيبقى انت مدخل الجمهور ده، فبالتالي كل تبرع من الجماهير الموجوده. تم التعامل على محاوله اخلاء الجماهير، نقلوا الصحفيين الناحيه الثانيه في مدرج اخر، والموسيقى العسكريه بتعزف على امل بدء اللقاء. اللقاء تاخر ربع ساعه، خلاص اللقاء بيبدا اهو، تاخر ربع. هو التاخير بقى كان بسبب موضوع الناس اللي دخلت بالظبط، لان كمان الحاج محمود الشامي عضو اتحاد الكوره والمنوط النهارده بتسليم الكاس في ظل غياب الاستاذ جمال علام، رفض اصلا المباراه تبدا بهذا الشكل وتحمل المسؤوليه، وكذلك مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك. والامن ما لقاش حل غير انه يبدا يتعامل ويخرج هذه الجماهير ويبعد الصحفيين في مدرج اخر، وده اللي اخر المباراه. طيب يعني دلوقتي يا استاذ ايهاب معلش، يعني الصوره النهائيه ان بالفعل اللي دخلوا دول خلاص يعني الامن خرجهم مره ثانيه، ولا تم السماح ان هم يستمروا بقى في حضور الماتش؟ لا، الامن كان بيخرجهم، هم طريقهم للخروج. تمام، شكرا جزيلا استاذ ايهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بالوطن.